حضرتك لمصر كلها، اسهل مره نوصل فيها كاس عالم، اسهل مره. هو ربنا مش رايد، لان في حاجات غلط كتيره حصلت، وربنا مش هيديك، في ظلم حصل. يعني انا عايز اعرف تفسير مثلا رامي ربيعه ما بيلعبش في النادي الاهلي، وانا قلت الكلام ده قبل الحلقه عشان محدش يجي يقول لك ايه انت بعد الحلقه بس عشان خسرنا والكلام ده، ما بيلعبش اساسي في النادي الاهلي، والنادي الاهلي هيمشيه. وسامعين بان مثلا 3 4 اسابيع ان هو هيجيبوا لعيب من فيوتشر وهيروح هو فيوتشر. ازاي يلعب مباراه مصريه زي دي ويخرج لك بعد ربع ساعه؟ ادي نقطه ضعف كبيره ولازم يتحاسب عليها الراجل ده، لازم. وارد يا كابتن؟ لا مش وارد يخطا في تشكيل. لا معلش، لا بص، يخطا لو لاعب ايمن اشرف، يخطا لو لاعب محمود علاء، ماشي، يبقى ما عندناش مشكله لان معاه. انما انت استدعيته، انت رايح تجيب لنا ميسي مثلا بتاع الديفنس، رايح تجيب لنا واحد مثلا الكره المصريه واقف عليه، ما هو انت الاثنين دول هم اللي خسروك الماتش بالتغييرات دي. وعمر جابر قلنا من الماتش اللي فات عايز ثغره عشان يهرب يخرج من الماتش يغير. طب النهارده انت اللي عامل الفاول، انت اللي عامل الفاول مع الراجل، اتصبت ازاي؟ لا بس في كره كابتن، بس هي واضحه في ماليش دعوه في الاعاده، ان لا اللعيب داس على رجله حبيب قلبي. يعني واضح. هنتكلم كوره بقى، انا بكلمك كوره، ما هو اصل انت لا ما كانتنيش كوره كده، انت لا ده دي فنيات، لعيب عايز يخرج من المباراه حبيبي. ايوه ما انت شايف من الماتش اللي فات، من الماتش اللي فات وهو عمال يتلكك وعايز يخرج. فمفروض خلاص ابدا بقى امام عاشور، ماله ماله امام عاشور، ماله عمر كمال، كرويا اعلى منه، بدنيا اعلى منه، بالهيدرز ده لا بيشتغل في هيدرز ولا بيشتغل هجومي ولا دفاعي، واخد بالك؟ تعالى على النني قلنا برضو نفس الكلام، تعالى على عمر مرموش. طب ليه ما بداتش بالناس اللي انت نهيت بيها؟ ما احنا عمالين صوتنا اتنبح من قبل ما انت، من قبل ما انت تاخد الرجاله المعسكر اللي فات، وعمال نقول خد فلان خد فلان خد فلان. على فكره انت عملت الماتش بالذات في الشوط الثاني والثالث والرابع احسن من اللي انت عملته هنا في ناحيه، مش الفرص، انت ما ضيعتش ولا فرصه غير بتاعه زيزو لما نزل بالدماغ بتاعت زيزو، والثانيه اللي هو بمهاره فرديه وعملها. وكنا عمالين نصرخ الماتش اللي فات نروح هناك واحنا كسبانين 2-3، لاعب اللعيبه دي على ملعبك وسط جمهورك، اللعيبه دي بتصنع الفارق، اللعيبه دي يعني حد عنده زيزو يقعده، عنده قفشه ويقعده، ده اللي يدل ان هو فنيا ضايع، فنيا مش هو اهم حاجه ما يكونش فيه جول. طب ما انت لازم تكسب في الماتش اللي هنا عشان تروح مرتاح، 1-0 ما تطمنش، وما بتلعبش فرقه اقسم بالله اسماء على الفاضي. فرقه السنغال دي اسماء ومناظر، بص هات لي لعيب لفت نظرك، ما فيش الا الراجل رقم 13 اللي ينزل الاشول اللي بيشوط. لا اسماعيل صار كابتن، ولا يا ساره ولا يا داره يا عم، ما حسيت بيه ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ ده اللي لعب عليه فتوح ولا الشوط الاولاني او من الاول؟ ده هو ضيع هدفين لولا ماشي بقى دي عشان يا كابتن في الهدفين. انا بكلمك انت بتقول لي مفتاح لعب، مفتاح لعب نشوفه بقى مثلا زي زيزو، نشوفه مثلا زي شيكابالا، نشوفه مثلا زي ما فيش الكلام ده. فانا بقول لك احنا ضيعنا من ايدنا اسهل مره نوصل فيها كاس عالم، ومحدش يحمل لا صلاح ولا مصطفى محمد ولا ده، هو ربنا مش رايد، مش مكتوب لك. ليه؟ لان في ظلم، في ظلم. يعني لو عمر، لو عمر كمان عبد الواحد هو اللي موجود الكابتن، او علي جبر زي ما انت كنت بتتكلم، ومعاهم النني، انت ما كنتش عايز النني يبقى موجود كمان؟ لا طبعا. مين ما هو زيزو يعني يا عم ناصر دونجا ده، عماد نبيل دونجا ده ما نزل النهارده وعمل لك 3-4 صورات وشكله كويس. دول لو كانوا موجودين ما كانش هيحصل يعني اي امور فنيه تحصل، مش هتظهر بالشكل ده اللي دخل فيك في اول 3 دقايق ولا 4 دقايق الهدف. على الاقل كان هيبقى شكلك كويس. منين الراجل حطه في جيبه؟ امام عاشور حطه على ملعبه وسط جمهوره وكل الكلام ده، واخد بالك؟ مين اللي عامل الفاول اللي دخل منه الجون؟ الراجل جاي مندفع، ما تسيبه يا عم، سيبه هيعمل ايه؟ ده الكره هتطلع اوت.